العبي حاتم، رئيس جمعية جيمناز حاتم اللي تأسست في 1990، 30 سنة هذه، ورئيس اللجنة الوطنية لرياضة الفالانغ بوضاو، المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لجيدو وفنون الحرب مشابهة. اللقاء ديالنا اليوم هو بخصوص موضوع جائحة كورونا وتوقيف الأنشطة في جميع الأندية الرياضية والجمعيات الرياضية. الشيء اللي بغيت ندير ليه انتباه ديال المسؤولين وديال عموم الناس هو أن الجمعيات الرياضية كتأثر واحد الشريحة كبيرة ديال الشباب، وشفنا بأنه هاد الآونة الأخيرة القطاعات كلها تكلمت، والقطاعات الوصية اللي عليها كلها تكلمت ودافعت على المصالح ديالهم إلا قطاع الرياضة، وبالخصوص قطاع الجمعيات الرياضية اللي كتأثر واحد الشريحة كبيرة ديال الأطفال والشباب. الدور ديال الجمعية الرياضية هي مرافقة الأطفال الشباب والكبار كذلك واحد ممارسة رياضية يومية، لأن الممارس يتواصل مع الجمعية على الأقل واحد 3 مرات في الأسبوع، هذا نقول لكم على الأقل إلا ما كانش أكثر. الجمعية الرياضية كتنشط المنخرطين ديالها عبر شراكات في التظاهرات الوطنية والدولية، وكتمثل المنطقة الجهة والوطن في جميع التظاهرات اللي تلك لها تشارك فيها. اللي حز في نفسنا، وانا كنتكلم باسم الممارس باسم الجمعيات الرياضية على مستوى المغرب ككل، لان كنعرف انه جميع الجمعيات الرياضية كتعاني الان من توقيف النشاط ديالها. النوادي الرياضية والجمعيات الرياضية عندها مصاريف قارة كتمثل في الكهرباء والكهرباء والماء والمستخدمين اللي معاها، هاد المصاريف كتبقى قارة دائما، وفي هاد الظروف هذه الغير عادية اللي عمر البشرية ما دازت منها بهذا الشكل، هذا توقف النشاط ديالها تأثر عليها بشكل كبير، وبالتالي توقف ديال 3 أشهر في شكل مادي كبير على هذه الجمعيات اللي هي في الأصل كتعاني في الممارسة اليومية ديالها. عندها مستخدمين، عندها مصاريف كما قلنا، وبالتالي على حسب التقدير ديالي أنايا السنة الرياضية انتهت. هو في الأصل الجمعيات الرياضية كتعاني من ركود النشاط ديالها في حقبة الصيف. وبغيت نزيد واحد النقطة، هو العامل الاقتصادي مهم، ومن لازم علينا أننا نوقفوا بالاقتصاد من بعد الجائحة، وهذا الشيء علاش مرصود عليه واحد مساعدات مادية مهمة. الجمعيات الرياضية كتستثمر في الجانب البشري، ومزيان ومن المهم أننا نلقاوهم مازال موجودين مور هاد الجائحة هذه، لأن كنظن في هاد الظروف الحالية مجموعة ديال القاعات والأندية الرياضية ما غادي يحلوا شيء من بعد، وبالتالي الأطفال والشباب اللي كانوا تيتواردوا على هذه الجمعيات ما غيلقاو هذاك الفضاء اللي كان متوفر لهم، وبالتالي يمكن غيتوجهوا لحويجات أخرين ماشي بالضرورة تكون صحية لهم ولا للمجتمع. شكرا.